الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار الاقتصاد لدى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكراً إمام منصور. شكراً أدا إبراهيم، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق. وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق لمتابعة موقف توافر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها. تفقد وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ أسوان أشرف عطية أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كومومبو. وقال وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر. احنا بنتفقد المشروع القومي لمحطة شتل القصب بكومومبو. دي المحطة دي وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس في إطار حياة كريمة، ان احنا نرفع مستوى المزارع المصري اللي بيزرع القصب، هدفها ان احنا نزود انتاجيته، ان احنا نزود الكثافة النباتية، ان احنا نحسن من مستوى دخله لما الانتاج الفدان يجيب انتاجية عالية. فكانت توجيهات سيادة الرئيس ان احنا عايزين نلجأ الى بدائل اخرى ترفع من مستوى الانتاجية، وبالتالي كان التفكير والتوجيه ان احنا نعمل محطة شتل قصب، ودي تعتبر المحطة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا. طبعا موضوع الشتل ده موضوع جديد في مصر، موضوع من شأنه رفع الإنتاجية الرأسية لهذا المحصول الاقتصادي المهم في لمصر ولصعيد مصر وتنمية صعيد مصر كمان. طبعا احنا لما بنتكلم على رفع الإنتاجية الرأسية للفدان، احنا بنتكلم من متوسطات بتصل إلى 32 طن للفدان اللي هي المتوسطات الحالية بالزراعة التقليدية، احنا بنقفز بيها إلى أكثر من 55 طن للفدان أو 60 طن للفدان. يعني معنى تقريبا ان احنا بنضاعف انتاجية الفدان باستخدام التكنولوجيا الحديثة. هذه المحطة تعتبر المحطة الاولى في الشرق الاوسط وفي افريقيا، هتنتج 15 مليون شتلة في السنة، هتساهم في نقل زراعة قصب السكر نقلة كبيرة جدا، هترفع المحصول من 34 الى 55-60 طن في الفدان. طرحت الحكومة كميات من اللحوم الحمراء المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بالإسماعيلية لبيعها بتخفيضات تصل إلى 40%. يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيه للكيلو، ويتم توفير سيارات متنقلة إلى المراكز التي لا توجد بها منافذ. احنا موفرين اللحمه المجمده بسعر 160 جنيه في جميع المجمعات الاستهلاكيه في محافظه الاسماعيليه، والاماكن اللي ما فيهاش مجمعات استهلاكيه هتبدا تنزلها سيارات متنقله، بحيث ان احنا نغطي المحافظه كلها واللحمه تتوفر في جميع مراكز محافظه الاسماعيليه كلها من خلال الشركه العامه لتجاره الجمله. ويتم الكشف على اللحوم تحت اشراف الاطباء البيطريين، ويتم التوزيع عن طريق وبتواجد الساده مفتشي التموين للتاكد من التوزيع والتاكد من وصول اللحوم للمستحقين. اللحمه دي كويسه وفي ناس كتير محتاجينها، ونشكر يعني كل واحد يعني قايم على الخدمه ديت. يعني احنا بنشكر وزاره التموين كل سنه وانتم طيبين. الوزاره يعني بدرت وفرت لها اللحمه ب 160 جنيه. لحمه مجمده برازيلي مش موجوده بره باكثر من 200 جنيه. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بالمؤشرات، مدعومة بعملات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1.17 تريليون
مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 3,600,000,000 جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 18,026 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3,561 نقطة. صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5,280 نقطة. في منطقة الخليج أغلقت أسواق الأسهم على تباين مع تراجع تفاؤل المستثمرين إزاء قرب تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن قرارات رفع أسعار الفائدة. في قطر انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1% موصلا خسائره للجلسة الثانية، وفي السعودية ارتفع المؤشر الرئيسي قليلا بعد أن بددت خسائر قطاعي الطاقة والمال مكاسب معظم القطاعات الأخرى. أما في الكويت فقد صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 55%، كما ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة طفيفة بلغت نحو 9%. قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز نحو 2,800,000 برميل يوميا الآن، وستصل إلى 3 ملايين في عام 2025. أوضح العيدان أن شركة نفط الكويت تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2028. أضاف العيدان أن غالبية هذه المشاريع تتعلق بحفر الأبار ومعالجة الأبار والخدمات المتعلقة بها، وأيضا بناء عدد من المنشآت. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.